السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة موجهة، رسالة ثانية موجهة إلى أبائي وإخواني وأصدقائي الأعزاء. أما بالنسبة لموضوع كورونا، أنا أقول وأجزم أنه ليس هناك وباء خطير كما يروج له، وإنما هو فيروس مثله مثل بقية الفيروسات الأخرى. ويجي واحد يقول لك واللي يموتون ونشوفهم في الفيسبوك، يقول لك أخي العزيز، بالنسبة لموضوع الوفيات، أولا يموت الشخص مستوفي أجله ورزقه، ثاني شيء من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعدت الأسباب والموت واحد. وأنا أقول من لم يموت بكورونا مات بغيره. فيا أخي العزيز، لا تنشغل حول منشورات الوفيات حول كورونا وفيديوهات اللي يفعلون بث مباشر من داخل المقابر، اللي يفعلون بث مباشر من داخل المجنات الكبيرة، انظروا إلى الأعداد الهائلة من الوفيات، انظروا إلى أعداد الجنائز، انظروا، يروجون ترويج، يضعفون المناعة عند الأشخاص الآخرين الذين هم ضعفاء النفوس، ضعفاء الشخصيات، عند المساكين، عند الضعفاء، عند الوسطاء، يشاهدون هذه المقاطع فيضجون، يعني في الصباح عندهم ايش؟ ضعف المناعة. وهذا ضعف المناعة قد يأتيك فيروس كورونا وأنت ضعيف المناعة فيقتلك، وقد يأتيك فيروس كورونا وأنت قوي المناعة فتقتله. فلا بد يعني اللي يصورون واللي يفعلون بث مواقع التواصل الاجتماعي، الرأفة، الرأفة في الإخوان، الرأفة في المساكين، الرأفة في البسطاء. نرجع إلى موضوعنا، وأقول الذين ينزلون منشورات حول الفيسبوك، أخي العزيز، عندما ينزل شخص في الفيسبوك ويقول جارنا مات، صديقنا مات، صاحبنا مات، أخونا مات، لماذا لا ينزل في الفيسبوك ويقول جاري كان مصاب وتعافى، أصحابي كانوا مصابين وتعافون من هذا المرض، إخواني أصيبوا بهذا الفيروس وتعافوا من هذا المرض؟ لماذا لا ينشرون إلا الرذيل؟ لماذا لا ينشرون إلا الشوم؟ لماذا لا ينشرون إلا الأخبار السيئة؟ لماذا لا ينشرون الأخبار الطيبة والأخبار التي تسعد القلوب والأخبار التي ترفع المعنويات؟